أهل الشكر أخي أبو مصطفى اللي هو أخونا نائب الرئيس محمد عمر زبيدات اللي كان له برضو له فضل كبير في عطائه في عمله. فأنا باسمكم جميعا بدي أذكر أخونا محمد وأقول له إن شاء الله أنت وجميع الحجاج تروحونا بألف خير وسلامة على بلدكم لقراكم ومدنكم، وإحنا بانتظاركم. فباسمكم جميعا يعني تحية شكر لأخونا أبو إحمد محمد عمر زبيدات. أعضاء البلدية بالمدراء بالأهل بالضيوف الكرام، نشكركم على مجيئكم وعلى تهنئتكم. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونقوم بالمهمة على أحسن وجه. أستطيع الحديث طويلا، ولكن اخترت وكتبت بضع سطور أريد أن ألقيها أبا محمد والحضور جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الشرفاء الخيرين الذين يعطون كل ذي حق حقه، والذين هم يشكرون كل من أخلص أبدع وأنجز في عمله. أبا محمد، تكاد شموع الشكر تحترق خجلا لتضيء كلمات عجز اللسان والقلم عنها. تحية إجلال أقدمها لك يا رجل الميدان الفاضل. عملك أمل اليوم ومستقبل الغد. سيادة الرئيس، تبقى أقلامنا عاجزة، ماذا نقدم لك من التقدير والاحترام؟ عهدا نقطعه، سنوفيك محبتك، إخلاصك ومجهودك. نسأل العلي القدير لك التوفيق والسداد، أدامك الله لسخنين جمعاء. ختاما لك وللجميع ومن رافقك، من روح أبي الطاهرة ومن روح عمي أبو فؤاد ومن جدي ومن والدتي وكل أهلي وعمومتي وآل زبيدات كل الاحترام والتقدير، وشكرا لكم على حضوركم. ثابر، بحق لك هذا المنصب، رح تكون قد الثقة. في موقف مؤثر كثير اللي حابب أشارككم فيه. أغلب مدراء المدارس علموني قبل 10 سنين و15 سنة، أستاذ كمال، أستاذ طاهر، أستاذ عبد الحكيم. وهذا الإشي إذا بدل إنه معلمينا هن معلمين مثابرين، معلمين عندن الإصرار، ومعلمين عندن إمكانيات. إشي مؤثر جدا أنتوا اللي علمتوني قبل 10-15 سنة. إن شاء الله راح أخذ الفرصة وأتعامل معاكم، بس مش كطالب، كعضو، كمشترك معكم. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله بنضلكم بخير يا خان. تسلم، مبارك الله فيك. اهلا وسهلا فيكم. من فترة الحجة وعيد الأضحى المبارك، أن أهنئ الجميع بكل عام وأنتم بألف خير. كما ويسعدني جدا أن أكون رفيقا ومشاركا للوفد المرافق برئاسة رئيس بلدية سخنين الأخ مازن غنايم، الأصدقاء والزملاء، حيث جئنا مكلفين مهنئين الأخ إبراهيم بإدارة مدرسة النجاح. يعني لا يمكن لأي متحدث كما سبقوني الآخرين أن يشرعوا ويستهلوا حديثهم وتهنئتهم من دون الوقوف عند تاريخ هذا البيت. تاريخ هذا البيت وأهل البيت وهذه الديار المباركة من زمان المرحوم أبو إبراهيم الأستاذ مصطفى رحمه الله، حيث كلنا نعرف تاريخ. طبعا في أواخر الأربعينات والخمسينات عندما كان الأهل في سخنين يتلمسون ويتحسسون في الظلمة لتدبر طريقهم، كان المرحوم الأستاذ مصطفى يكثر من التنقلات بين البلدات لينهل العلم، حاملا شعار العلم نور، لينهل العلم والثقافة وليعود بالمنفع على أهل سخنين. كما أهنئ الأخ إبراهيم بهذه المهمة التي هي مهمة تكليف من الدرجة الأولى. عليك أن تبرز المهنية والعطاء وكل ما تأتي به من قوة مهنية وعقلية وثقافية لننهل طلابنا وتذويتهم المهارات والقيم الأخلاقية والعلمية والاجتماعية.
فمبروك لك، وصدقني انا وزملائي المديرين راح نكون سند لك. خبرتك كبيره، نتبادل الخبرات والثقافات من اجل ان نرفع مكانه المعلم والمعلمين والطلاب والعلم في سخنين. فمره اخرى شكرا لك، مبروك لك، وشكرا لكم على حسن الاصغاء، وشكرا لك خالي يعني.